A rectangular coil lies in the z equals 0 plane and has 10 turns. Length L equals 20 cm, width W 10 cm. The coil is carrying current 10 amperes directed clockwise when viewed from a point at positive z axis as shown in the figure. A uniform magnetic field 1I plus 1K Tesla is applied on the coil. Find the magnetic moment vector of the coil. يعني عايز الميو اللي هي بتساوي عدد اللفات في التيار في الـ A as a vector. طبعا الـ A ده نجيبه مع من اتجاه التيار، التيار بيدور مع عقارب الساعة، فالإبهام بيشاور جوه الصفحة يعني ماينس K هيساوي الـ N بعشرين تقريبا عشرة، والـ I بعشرة برضو، والاريا عبارة عن 20 سنتي في 10 سنتي. وطبعا اتفقنا ان هو ماين كده يبقى ماينس كي، يبقى 10 في 10 بـ100، 100 في 0.2 في 0.1 كأنها 2 في 1، يبقى 2 ماينس 2 كي، والوحدة أمبير متر تربيع. بعدين بيقول لي find the torque exerted on the coil. torque اللي هو ميو كروس البي يساوي IJK. الميو جبناه ماينس 2 وهنا صفار، ومديني 1I وزيرو جي 1K يساوي ال I هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف 0I، نكتبها أحسن عشان ما نتوهش، والجي هنا في ماينس 0 ماينس ماينس 2 يبقى بلس 2، وهنا في ماينس يبقى ماينس 2J، الكي 0 والوحدة نيوتن دوت متر لأنها وحدة تورك. بيقول find the potential energy of the coil. البوتنشال انرجي اللي هي يو بتساوي ده سكيلر ماينس ميو افكتور دوت البي فيكتور يديني سكيلر، الدوت بيديني سكيلر، نكتب احسن ماينس الميو ماينس 2K البي 1I 1K، نضرب السيميلرز كيف اي بصفر كيف كي بواحد، وهنا بقى في 2 في 1 ب2 ودول يضيعوا بعض يبقى 2 جول.